حضرته في المؤتمر المصري جاهزة خاصة جدا للمؤتمر مع المستشار الجيشي طبعا مرحبا بحضرته. المؤتمر المصري من ضمن أهدافه اللي احنا سمعناها في الحقيقة هو انه يجمع بين الأجيال، الأجيال الشابة التي أشعلت الثورة بإبداعها وباختلافها وبتطورها على القديم على التوسيع والتصحيح، وبين الأجيال المعلمة، هذه الأجيال التي تمتلك الحكمة والتي وضعت لنا مجموعة من المفاهيم، بعضها تحول إلى مفاهيم البوابة، تحول إلى حركة وتحولت إلى مفاهيم حركية، والبعض الآخر ضربة نظرية. إذا هذا المؤتمر من ضمن أهدافه هي أن يجمع بين الإبداع والحكمة، ونرى من خلال الإبداع والحكمة أن نقوم بعمل نحسبه متميزا، ونرى الله أن يأتينا من خلاله خيرا كثيرا. أرحب بحضراتكم مرة أخرى وأرحب بالمستشار المشري، ولا أعرفه لأنه هو المعرف وهو المعروف، ونتفق ونختلف معه كثيرا نحن في أجيالنا، ولكن في الحقيقة كلنا نتفق بأنه في صمته حكمة وعندما يتكلم فيه حكم كثيرة. هذه الجلسة وهذه الليلة وهذه الليلة الخاصة جدا والجلسة الخاصة جدا في الحقيقة نتحدث فيها عن موضوع يشغلنا كثيرا وهو الجماعة الوطنية بين الإصلاح والثورة. الثورة التي منذ بدأناها هي تعلو وتنخفض، هي تقوى وتضعف، هي بين الانتصار والانكسار، بين الانحصار وبين القوة. هذه الثورة التي كلنا شاركنا فيها وكلنا رأينا تغيراتها ومسارها، في بعض الأحيان نفهمها وبعض الأحيان لا نفهمها، إلا أننا كنا مؤمنون بأنه في النهاية أننا بصمودنا إن شاء الله قادرين على تحقيق الأمال والطموحات. هذه الثورة التي أشعلها فاعلين جدد ودخل عليها فاعلين آخرون ووقف فيها وظهر فيها القوى والنماذج العميقة للدولة والتمسك فيها المفاصل مفاصل الدولة وعدم رغبتها في أن تترك وتفسح المجال للتغيير والإصلاح والثورة. إذا نحن أمام تغيرات تواجهنا في الثورة في فواعيها ومسارها. هذه الليلة سوف أحاول بسبب يعني ضيق الوقت، لكن سوف أحاول أن أقسم وقتا كافيا لأستمع للمستشار طارق البشري، ثم يكون هناك وقتا صغيرا قصيرا لكي هناك تفاعل مع القاعة وربما تضغط المستشار طارق البشري. إذا موضوعنا هو الجماعة الوطنية بين الإصلاح والثورة، وهنا أبدأ بسؤال وأترك بعد ذلك سوف نتدارك إن شاء الله الأسئلة. سؤالي هو كيف ترى الثورة المصرية؟ كيف ترى الثورة المصرية؟ وكيف ومسارها وما آلت إليه الآن؟ وفواعلها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الحقيقة ابنتنا نجوان أحرجتني، قالت عليا كلام وأنا بخجل من هذا الكلام ويؤدي إلي الارتباك، وأنا لست عشان تبقوا عارفين من أول لست خطيبا ولست محاضرا ولست مترافعا. أنا أجمل حاجة عندي ورقة وكلام في كلمات الناس، فلا أتكلم يعني بتكلم بصوت واطي شوية، وإذا كل صوتي مش مسموع كنت تقولوا لي اللي بيحولي عشان أحاول أرفعه، بس لما أضمنش إن أنا أعرف أرفعه. ده الموضوع. الموضوع اللي أصلته السؤال اللي أصلته لجوان بالنسبة لي هو موضوع الحقيقة يتعلق بالثورة وما تؤدي إليه من إصلاح. أي ثورة بتقوم مبررها إنها تقوم بإصلاحات في النهاية ولا تؤدي إلى إصلاح. والثورة هي بالذات هي يعني مجموعة ضخمة جدا من الإصلاحات المطلوب تحقيقها في مجتمع تجد تنظيماته السياسية والاجتماعية ونخبه وأسس المؤسسية تقف في توازناتها دي حال حجر عثرة ضد تنفيذ هذه الإصلاحات، فلا بد أن تكون ثورة لهدم هذا الكيان أساسا وتتخلص منه ثم تبني كيانا جديدا بتوازنات جديدة ومؤسسات جديدة. ده كان الأمر. فالثورة أساسا هي إزالة للقوى السياسية والاجتماعية التي كانت قائمة والتي كانت تقف عقب عثرة ضد إصلاحات التي يتغياها الشعب والمجتمع.
وتسعد في إزالته، إنما تستهدف وضع كيان جديد. والقائمين بالثورة هم بالذات من يستطيعون أن يمسكوا سلطة الحكم بعد ذلك. وأنا في ذهني مثل مهم أوي عرفت وأنا شاب وأنا بقرأ ابن إياس، لأن ابن إياس كان بيقول إن المظفر قطز طلع أيام المماليك في أول عهد المملوكي، طلع على عين جالوت عشان يضرب التتار، وانتصر على التتار في عين جالوت، وهو راجع مع الأمراء المماليك ومع الجيش منتصر، قتله رجاله في الطريق. المماليك كان عندهم حاجة اسمها السياسة، السياسة هي مجموعة الأعراف التي يتحكمون إليها بعضهم مع بعض، وشيوخهم هم الذين يستطيعون أن يعرفوا هذه الأعراف ويقضوا بينهم فيها، ويلتزم المماليك بهذا الحكم هذا الشيخ. فدخل الشيخ منهم للجمع هم ويقول له: من الذي قتل المظفر في قطز؟ فصاحب ببرس قام وقال له: أنا. قال له: إذن فاجأ مكانه. أنا فزعت لما قريت هذه الواقعة في شبابي، وقلت إلى هذا الحد بلغ التدهور الأخلاقي في هذه الفترة من الزمان. بعد ما كبرت وبديت أقرأ في تاريخ الأمم والشعوب وتجارب الأمم والتجارب المختلفة والثورات، لقيت إن حكمة هذا الشيخ المملوكي كانت حكمة سياسية متبعة إلى اليوم، لأن كل من يهزم، من هزم حاكما فسيحل محله. حتى في النظام الديمقراطي، اهزم الحزب الحاكم في النظام الديمقراطي هتحل محله تبقى حزب حاكم. ففي السياسه بتبقى المساله بهذا الشكل. يعني احنا عندنا قوى سياسيه قامت بالثوره وشاركت في الثوره وادت الى فعل ازاله عقبة أساسية، وقد عقبة كهول كانت موجودة في هذا الوطن ومن قبل. قوى سياسية ليست على اتفاق مع بعضها البعض، إنما اجتمعت مع الثورة والتقت في الثورة، وليست على يعني تفكير منظم مع بعضها البعض في توزيع ما ستؤول إليه الأمور عندما تنجح، وليس جبهة واحدة منظمة. هو فيها عشوائية، فيها تلقائية، فيها غضب شعب كبير جدا، وتنظيمات موجودة ولكنها صغيرة جدا على هذا الحجم، والفوران الشعبي هو اللي قام بهذا الأمر. ثم شاركت الدولة عن طريق ما حدث من القوات المسلحة بعد ذلك في هذا الأمر. دي كانت القوة. هتكلم عن ده كله في الجاي إن شاء الله إذا سمح لي الوقت. يعني اللي بيحصل إن القوة المتشاركة في الثورة بعد الثورة وبعد إزاحة القديم بتبدأ هي مرحلة جديدة من مرحلة ترتيب العلاقات بين بعضها البعض. هي أولاً خصوصاً في إنها كانت ضد نظام استبدادي. النظام الاستبدادي كان موجود، كان لا يمكن أي قوة من هذه القوة إنها تحدد قوتها تماماً وتعرف مدى إمكانياتها السياسية الفعلية تماماً. فبدأت تتكشف هذا الأمر بعد الثورة، بدأت تتكشف أوضاعها، ابتدت تشعر بقوتها وتجرب قوتها وهي مش مدركة تماما لهذا الحجم، وفي جانب محتمل مش واضح في الموضوع. وكمان هي بالنسبة هي كمان القوى الآخرة اللي تتصارع معها من داخل الثورة أصبحت كمان لا تعرف مدى قوتها، وموازين القوة بينهم البعض مش واضحة ومش مرئية كويس، لا عارفة قوتها كويس ولا عارفة قوة غيرها من زملاء أو حلفائها كويس، ويتنازعون. والمسألة مش تنازع عن السلطة، هي مسألة أساسا حجم كل منهما في السلطة الجديدة كيف سيكون، حجم كل من المتشاركين في إزاحة القديم، حجم كل منهما كيف سيكون بالتحديد في السلطة الجديدة، وما هي المراكز التي ستؤول إليه في هذا الشأن. بعملها دي وأنا بجربها وتجربة جديدة بالنسبة لي كقوة ثورية، وأنا مش مدرك تماماً قوتي الذاتية
اصلا ومش مدرك ما قال اليه هذه القوه بعد الثوره من حجم او نقص او زياده او غيره، ولا قادر اعرف بالضبط قوه غيري بالنسبه لي بقت قد ايه، كانت قد ايه وبقت قد ايه، وازاي هندير العلاقات بينها. والقوة السياسية أساسها إيه؟ أساسها إما حشد شعبي قوي أو مركز في السلطة يدي إمكانية حراك فعال أو قدرة إعلامية ضخمة تؤدي إلى تهيئة الأذهان إلى طرق معينة أو رجال أعمال ممكن يمولوا هذا الأمر. ففي أربع مراكز أساسية للقوة السياسية، هي الشعبية، البيروقراطية، الإعلام، والرابع هو رجال الأعمال. كل القوى دي بتتصارع وبتتشكل في هذا الإطار وبتدير معركة مع بعضها البعض في هذا الشأن في هذا الظرف الجديد. دي النقطة. ولذلك احنا خلال السنة ونص الماضية صراعات كثيرة تمت، وبعضها طبيعي وبعضها مش طبيعي. اللي مش طبيعي انا هتكلم عنه بعدين ليه ما بقاش طبيعي، دي نقطة تانية، واللي هقولها يمكن في آخر كلمتي اللي انا هقولها في هذا اليوم. الحاصل ايضا ان احنا لما نمسك الوضع السياسي لثورة 25 يناير ونربطها بالثورات السابقة عليها عشان نعرف طبيعتها وماهيتها، عندنا خمس ثورات قامت في التاريخ المعاصر بالنسبة لنا. أولها فيما أتصور أنا ثورة محمد علي، الثورة التي تأدت إلى حكم محمد علي، مش ثورة محمد علي نفسه، الثورة التي أدت إلى حكم محمد علي، ودي كانت ثورة خرجتنا من فعلا من ظروف كل قرون القرن 17 وما قبله إلى وضع جديد في القرن العشرين، وهو اللي عاد بناء الدولة وابتدى بناء الدولة الحديثة من أيام محمد علي بوجود المصرية وبأشخاص المصريين وبتنظيمات المصرية بنت الدولة الحديثة. ده محمد علي في البداية. الثورة الثانية ثورة بعدها حوالي 76 سنة أو 75 سنة، ثورة العرابي. ثورة العرابي قامت في هذا الوقت. الثورة الثالثة ثورة 19، الثورة الرابعة ثورة 23 يوليو 52، الثورة الخامسة 25 يناير سنة 2011. ثورة محمد علي فيما أتصور طابعها العام اللي هو إعادة تنظيم التكوين السياسي المصري تكوينا متماسكا بإدارة ذاتية على قدر من الانفصال عن الدولة العثمانية، ودي كانت عايزة ثورة. قبل كده كان بيجي لنا الوالي كل سنتين ويتغير كل سنتين من تركيا، النهارده أصبح محمد علي قاعد 45 سنة حكم من مصر، زائد البناء اللي عمله من المصريين في تشييد الجيش وفي تجسيد الإدارة الحديثة والمسائل دي كلها. فدي ثورة كانت لإعادة تنظيم المؤسسي لمصر والإدارة الذاتية لمصر على أساس يكاد يكون منفصل عن التنظيمات والإملاءات العثمانية من داخلها، وتحقق هذا إلى حد كبير في هذا الوقت رغم كل النكسات اللي حصلت. الثورة الثانية ثورة أحمد عرابي سنة 81 82 ودي كانت